فقدنا وجدي الحكيم. وجدي الحكيم او الاستاذ وجدي الحكيم استاذ اذاعي عظيم، كان من امهر الاذاعيين في مصر. رجل يعني كان عنده كل اسرار الفنانين وكل اسرار الموسيقيين، كانوا ياتمنوه على احلامهم وافكارهم واسرارهم واغانيهم. والحقيقه انه عمرك ما كنت تحس مع الأستاذ وجدي إنه كان عنده 80 سنة، يعني كان ضيفي من ما فيش أسابيع قليلة جدا، يوم 21/4 كنا بنحتفل بشم النسيم وهو كان ضيفي وكان جايب لي تسجيلات يذاعها عندنا في البرنامج لأول مرة. دايما بتحس إنه كان مليء بالحيوية ومليء أيضا بالذكريات، تدوس على زرار عند وجدي الحكيم يحكي لك قصة عبد الحليم حافظ، وكان معاه آخر مكالمة لعبد الحليم حافظ، ويحكي كيف كان عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش بيتنافسوا في شم النسيم، وإيه قصة أغنيات عبد الحليم حافظ وكتابتها ومرضه وحياته وذكرياته. تكلموا عن فريد الأطرش، هو أيضا كان قريب من فريد الأطرش، كان هو الصحفي أو المذيع القريب من الكل. أم كلثوم، عبد الوهاب كان مقرب جدا من عبد الوهاب. وجدي الحكيم كنز من كنوز الإذاعة المصرية، فقدناه وكان وفاته في لندن. الحقيقة ان احنا كلنا هنفتقده، لانك دايما لما كنا بنحب نتذكر شيء كنا بنتصل بيه، استاذ وجدي فاكر الموضوع الفلاني، ما تقول لنا عنه حاجة، ما تطلع لنا تسجيل. وجدي الحكيم كنز، رحلة ورحلت معاه ذكريات كل عمالقة مصر الكبار. معي على الهاتف الأستاذ الفنان الكبير هاني مهنا، رئيس اتحاد النقابات الفنية. أستاذ هاني، كموسيقار بقى ورجل في الفن والمهنة والموسيقى، ماذا تقول عن وجدي الحكيم؟ وجدي الحكيم زي ما حضرتك قلت دلوقتي موسوعة في الإعلام، راجل اتربى في صوت العرب وأسد تحليل كبار جدا جدا، وتفوق على نفسه في كل المجالات الإذاعية والإعلامية. يعني اللقاءات مع سيدة أم كلثوم المسجلة، مع عبد الحليم، مع عبد الوهاب، مع فريد وآخرين. يعني كان أولا هو خصة الظل بتاعته كانت بتساوي حضرته كتير قوي مع عبد الحليم الله يرحمه، كان طبعا الله يرحمه الاثنين يا رب. وساعتها حضرتك كنت في فرقة الأستاذ عبد الحليم صح؟ طبعا طبعا، اشتغلت مع عبد الحليم من سنة 70 بالظبط لحد ما راح 77. وجدي كان بيشاركنا دايما في كل البروفات والاعداد، وبتلعب كوتشينا كونكان وحاجات كده، وبتخفض الظل بتاعته كانت جميله جدا، وكان بيضيف يعني مرح عظيم جدا، وفي نفس الوقت كان بيحترم الصداقه. يعني لو في حاجه حصلت ما تعلنش، لان لو كان حاجه شخصيه ما تعلنش، هو دي كانت القيم الاعلاميه المتاصله في وجدي. يعني كان رغم ان قربه للفنانين وممكن جدا يشوف حاجه مشهد معين سلبي ولا حاجه، لا يمكن ينقل، لا يمكن استحاله، فده كان قيمه يعني اعلاميه محترفه. وفي نفس الوقت كان قريب للكل، وكنا فعلا لما بنشوفه داخل علينا واحنا قاعدين في اي محفل كده ونحس ان في روح جميله جت وخفه ظل وهنضحك، كان يعني ربنا يا رب يديله حسنات على قد ما هو اسعد طبعا. وفعلا هو كان كاتم اسرار وما كانش يقول حاجات كتيره جدا، ويقول لا انا مش هقدر اتكلم في الموضوع الفلاني، لانه حتى لو كان صاحبه قد مات، لكن بالضبط. هو ائتمن على هذا السر ويبقى سرا يدفن مع الجميع. يعني بالظبط، قيمه عالميه جميله صحيح والله العظيم. انا فعلا فوجئت النهارده، لان انا شفته والله وانا قبل ما يسافر ما فيش يومين بالظبط، 48 ساعه يوم ما كان في الاحتفال بتاع العيد الوطني الاردني، وقعدنا نهزر مع بعض وكده، وكان خرج من المستشفى وقال انا مسافر لندن وكده، بس يعني خلاص دوام من الله القدر العمر والقدر. بشكرك استاذ هاني مهنا. الاستاذ الاعلامي الكبير وجدي الحكيم اكتشف صوت من اجمل الاصوات اللي كانت معانا الفتره الماضيه، واداها اسمه الفنانه شيرين وجدي. شيرين وجدي كانت ابنة وجدي الحكيم بالتعليم والتدريب والاكتشاف. مساء الخير يا شيرين. مساء الخير يا لميس. يعني بعزيك النهارده طبعا. يعني استاذ وجدي قيمه اعلاميه كبيره جدا طبعا، وانا اسم وجدي طبعا من على اسم الاستاذ وجدي الحكيم، يعني اداني الاسم طبعا وليا الشرف بدوت، وهو اول واحد اداني فرصه في حفله عيد الاعلاميين. اول مره كنت اطلع في حفله، وفعلا بعدها يعني الحمد لله
ابتديت اشق طريقي بعدها. ولما الاستاذ بليغ حمدي رجع كانت عودته برضو كان من اللي رشحوني، قال له عايز صوت جديد يبقى في الاذاعه القنتره، اول من يعني من اجدد الاصوات، فاخدني في اغنيه برضو اسمها انا من البلد دي. فطبعا ليه فضل كبير عليا ان انا في مسيرتي الفنيه، لان هو فعلا ليه فضل ان هو اكتشفني. هل كنت بتكلميه مؤخرا يا شيرين؟ هو انا في الحقيقه لميس انا كنت، انت عارفه انا لسه يعني ما بقاليش كتير، كنت راجعه هنا في القاهره من لندن، كان بقالي فتره كبيره في لندن، فانما كنت على طول طبعا بسال عليه. نانو الحكيم هي في لندن قاعده، اللي هي اخت الاستاذ وجدي، فعلى طول كنت بسال عليه نانو حتى من وانا في لندن. فيعني طبعا انا حزينه جدا طبعا. بعزيكي واتمنى انك بقى ترجعي تاني للغنى وتحققي امنيته. هو ما اداكيش اسمه عشان ما تغنيش يا شيرين، حبيبتي انه اداكي اسمه عشان تغني وتكوني موجوده. حبيبتي ربنا يخليك، انتظرك مره اخرى باذن الله. حبيبه قلبي ومسيه لميس والبخاري. ميرسي ليك يا شيرين. شيرين وجدي يعني ابنه وجدي الحكيم بال بال بالفن والتبني واشياء اخرى كثيره. افتقدته، كان وعدني بحلقة تانية، أعتقد ده كان آخر حوار تقريبا عمله 21/4 في عيد شم النسيم، وكان ضيفنا هنا في هنا العاصمة. نشوف هذا الجزء من الزمن الجميل، ومعانا في الزمن في زمننا العجيب ده إعلامي كبير ياما أمتعنا الحقيقة بقصص وحوارات، كان قريب من الإعلاميين من الفنانين، لكن دايما في مسافة، وكان دايما بيقول لنا عنهم ما لا نعرفه، الأستاذ الكبير اللي الحقيقة بيشرفني جدا أن يكون معايا هنا في هذه الحلقة الخاصة، الإعلامي الكبير وجدي الحكيم. أشكرك. أهلا بيك. أشكرك. مش هتخليني مش عارف أقول إيه بقى بعد اللي أنت قلتيه. لا إزاي، أولا أنا سعيدة أن حضرتك موجود. حضرتك بالنسبة لنا يعني إعلامي عرف مهنته واحترمها واقترب من مصادره وابتعد عنهم أيضا، وقدر أنه هو إزاي يحافظ على هذه المسافة لكن أيضا على صداقة كثيرين، وده فكرة صعب جدا. وأقول لك أن ده يمكن اللي حقق لي مصداقية. يعني أنا كنت حريص أن أنا أتعامل مع هذا الجيل من العمالقة وكبار رموز الفن من خلال رحلته الفنية مش من خلال رحلته الشخصية. الحقيقة اللي ما يعرفهاش حد، وأنا بقولها للميس الحديدي، أن ما يشاع عن خلاف بين فريد الأطرش وعبد الحليم كذبة كبيرة، الاثنين اتفقوا عليها من أول ما ظهروا. بشكرك شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. ودايما نحتفل معاك بكل الأعياد. كل سنة وانت طيبة، كل عيد ربيع ومصر بخير، وبإذن الله عيد الربيع اللي جاي هيكون عيد ربيع حقيقي إن شاء الله. إن شاء الله. ومصر عظيمة دايما. رحمه الله، وكان اهدانا هدية هي وأذعناها، كان معنا مدحت صالح، هي أغنية لمدحت صالح، أغنية لعبد الحليم بيغنيها مدحت صالح، وإزاي صوت عبد الحليم وصوت مدحت صالح كنوز وجدي الحكيم. أتمنى من أسرته أنها لا تبخل علينا أبدا بأن تخرج دائما هذه الكنوز إلى الهواء وإلى الجمهور الواسع، ولا تنتهي هذه الكنوز، بينتهي الإنسان لكن ذكراه تبقى باقية، بتذكره بابتسامة كما هي ابتسامته وجدي الحكيم. امبارح ايضا ودعنا في الوسط الصحفي زميلنا الاستاذ عبد الله كمال، والحقيقه انه على قد ما ناس كتيره كانت مختلفه معاه، على قد ما كان في زحام كبير في عزاء عبد الله كمال. معانا الصور يا جماعه. الحقيقه انه يعني هذه اللوحه اللي قالوا فيها يعني نتمنى ان يعني يكون يعني تكون نهايتك ملونة بلفس ألوان أحلامك. ناس كتيرة جدا راحت، سواء من عمرو موسى وزير الإعلام السابق، هيكل، فنانة يسرى، كان في كتير جدا من الأصدقاء طبعا غير أصدقائنا كلنا من الوسط الصحفي، كانوا من اختلفوا معاه ومن اتفقوا معاه يتفقون على أمر واحد، أنه كان صحفي شاطر ماهر جدا. بعزي أسرته وطبعا زوجته وبناته.
النهاردة أيضا افتقدنا أو استشهد ظهر اليوم نقيب مصطفى محسن محمد نصار ضابط مباحث قسم شرطة 15 مايو متأثرا بإصابته بعدة طلقات نارية كان مع مجموعة من زملائه من الأمن الوطني في كمين لبعض الإرهابيين في منطقة الكريمات دائرة قسم شرطة التبين. يعني الحقيقة أنه لما الواحد بيشوف الصورة بيتأثر جدا. الحقيقة حاجة بنفقد شبابنا في معارك مع الإرهاب، لكن هذا قضاء الله وفي يوم من الأيام هتنتهي هذه الأمور. تم القبض على 5 من العناصر، قبض والإصابة، إصابة 5 من العناصر الإرهابية التي يعني أصابت النقيب في مقتل. يعني عزائنا لأسرته ولأبنائه. يا جماعة غصب العدل يا مصطفى، سامحني. رحم الله النقيب مصطفى محسن نصار. نخرج فاصل، وبعد الفاصل الدكتور إبراهيم سمك ونتكلم عن المستقبل والطاقة الشمسية.